حياكم الله من جديد مشاهدين ضيفتنا عبر الهاتف اسمهان الغامدي حاصل على جائزة الصحافة العربية عن فئة الشباب على مستوى العالم العربي بدبي عام 2013. قدمت العديد من الأعمال الصحفية المميزة والجريئة في الطرح والتي أثرت في المجتمع بشكل إيجابي، وحاصل أيضا على درجة الماجستير في إدارة الموارد البشرية، وقد نالت الدرجة عن رسالتها إثر الحوافز المادية على الولاء التنظيمي في القطاع الإعلامي، دراسة تطبيقية في جريدة الرياض وهي أول دراسة في المملكة تطبق أسس الإدارة على المؤسسات الإعلامية. طبعا حول هذا الموضوع انضمت لنا الإعلامية اسمهان الغامدي. الله يحييك معنا استاذة اسمهان، اهلا وسهلا فيك. اهلا وسهلا، الله يحييك. استاذة اسمهان، حصلتي على العديد من الجوائز ولكن قد مثلتي المرأة السعودية والصحفية السعودية من بين أكثر من 300 صحفي وصحفية، أيضا حصلت على جائزة الصحافة العربية من فئة الشباب، حدثينا عن ذلك. بداية أنا أحب أصبح عليك أو أمس عليك أختي الفاضلة وعليك. يا هلا ومرحبا، حياك، أهلا وسهلا فيك. طبعا نحن دولة تدعم المرأة السعودية وحظية المرأة باهتمام كبير في الدولة، قدمها لكثير من المحافل المحلية والدولية، سهل أمامها الكثير من الأعمال، لم يعاملها بصفتها الأنثوية بل عاملها كعقل بشري قادر على اجتياز أي أمر يواجهها. تبوأت مكان يليق بها وفق طبعا تعاليم الشريعة السمحة. تقدمت لجائزة دبي للصحافة مثل أي زميل أو زميلة، ولكن الحمد لله وفقت يعني فيها نتيجة أعمال قدمتها كانت بالسجون وب ثلاجة الطب الشرعي، وكان لها نتائج حقيقية ملموسة. شرحتي بأربع مواضيع أستاذة اسمهان. صحيح، يعني من أحد المواضيع اللي هي ثلاجة الطب الشرعي كان هناك جثة متكدسة لأكثر من 9 سنوات، تقريبا كان في 100 جثة متكدسة. طبعا سبب تكدس الجثث مش من الدولة بينما هو من ضعف التواصل السفري
رعاياها، ولا كان والدولة ما تقدر تنشد بدون إذن السفارة. فلله الحمد بعد الموضوع هذا من ثاني يوم صدر أمر بدفن 33 جثة متكدسة. ما شاء الله تبارك الرحمن. جميل. إضافة إلى ذلك عملنا موضوع كان عن عتق الرقاب. أستاذة أسمهان، يعني إيش كثر تحسي بالسعادة شعورك لما أنت مثلا فعلا مثل هذا الكتاب أو هذا الموضوع اللي أنت طرحتيه فعلا جاب بفائدة؟ يعني تقولي إنه بعد هذا الموضوع تم دفن 33 في استجابة لطرح الموضوع. طبعا هو أنت صح بالرسالة أولا وأخيرا، نحن أعلمين وفاهمين نحن أصحاب الرسالة. أكيد. نحن نعتبر المرأة الصادقة لقضايا المجتمع عموما، فبالتالي مو الفائدة الطرح، الفائدة أنه الاستجابة. الاستجابة فيما بعد الطرح. صحيح. يعني ما يهمنا الإشارة، ما يهمنا التأثير، أهم شيء توضيح الصورة والرسالة توصل. حل المشكلة. صحيح. صحيح. فهذا من أجمل الأحاسيس اللي ممكن يعيشها المرء، أنه يكون ساهم في مجتمع غير واقع مؤسف، أو ساهم بإصدار قرار، أو حتى وضح صورة سلبية عند المجتمع، فأنت بالتالي تكون مرأة وتنقل الصورة الحقيقية. أستاذة أسمهان، دهمنا الوقت ولكن بثواني لو تكرمت، يعني قد صرحت بأحد الصحف أن الجائزة تعتبر محفز لك ولكن ليس طموحك. إلى أين سيصل طموحك؟ طموحي يصل، يعني ما في، شوف الطموح ما له شرط. بالطبع الإنسان ما يشبع دائما من النجاح والإنجاز، فأكيد إن في كل مرة أنت، يعني لو أنا كانت بالنسبة لي الجائزة هي مبلغ طموحي، كان أنا توقفت من عام 2013 خلاص مش أكمل، ولله الحمد توالت عقبها إنجازات. يعني في يوم المرأة العالمي أنا كرمت ضمن 9 رائدات سعوديات. ما شاء الله تبارك الله. إضافة إلى ذلك الاقتصاد الإماراتي أدرج سيرتي الذاتية ضمن نساء سعوديات متميزات. ففي شغلات جميلة تمر في حياة الإنسان، ففي كل مرة أنت تبين تطمحين للشيء أعلى. صحيح. الله يعطيك ألف عافية. أستاذ أسماء الغامدي، حضرتك نموذج مشرف طبعا، وبالأخير نهنيك ونقول لك ألف مبروك من طبعا لتميزك وتفوقك أيضا وحصولك على هذه الجائزة الصحافة العربية. شكرا جزيلا لك. الله يحييك. يعطيك ألف عافية أكيد، ونتمنى لك نجاحات
أخرى، وأن أكيد يبرز اسمك في موضوعات أخرى تم طرحها، وأكيد كان مقابل هذا الطرح استجابة متفاعلة من كل أطراف المجتمع. أعزائي المشاهدين، متواصلين معكم.